قولي لي يا ميمونه، وانت صغيره طفولتك كان شكلها ايه؟ كنت شقيه قوي مع اصحابي اللي هم قريبين مني، وهم كانوا 2 بس. و يعني ايه شقي؟ كنا بنقعد بقى نعمل حركات، ومثلا في الفسحه بتاعتنا لازم نبقى تحت نطلع الفصول ونقعد نقطع حاجات بعض ونبقى زمايلنا. والله ونقعد نشيل ونحط مشاغبه بقى، مش دي مش قهوه، دي مشاغبه بالظبط. ونحط الشنط دي من هنا لهنا ونبدل الاماكن وحاجات كده، بس مع الناس ما اعرفهمش ابقى ساكته خالص وحاجات. كنت بتتكسفي؟ مع الناس ما اعرفهمش اتكسف جدا. واللي تعرفيهم؟ اللي اعرفهم بقى زي ما قلت سيريان كده. سيريان وبندتو. ايوه. عمرك رحت زار يا منى؟ زار لا عمري. ولا شفت فنجال ولا اي حاجه؟ لا مره شفت الفنجال. شفت الفنجال؟ طب ايه طلع صحيح ولا ايه؟ لا اصلا انا بنسى، يعني ممكن حد يقرا لي واول ما اخرج بعدها بساعتين انسى اتقال لي ايه ولا ايه اللي ممكن يحصل، يعني انسى اللي اتقال لي من اصلا. بتبقى متفائله وانت بتشوف الفنجال ولا متشائمه ولا لا؟ ببقى عادي، ببقى نفسي حد يقول حاجه صح، نفسي حد يقول لك حاجه. بس عمرهم ما بيقولوش حاجه صح ابدا خالص. انت عصبيه منمون؟ شويه. عصبيه لما احس ان حد بيستغباني اتعصب جدا، لان انا يعني دايما بحترم ذكاء الناس اللي قدامي وكده، فلما احس ان حد مستغبيني احس ان انا اتنرفزه ومستفزه منه جدا، انه ليه مستغبيني يعني. طب ما اتخانقتيش خالص مع زمايلك وانت بتمثلي؟ لا ما حصلش خالص خالص خالص. انا عارفه هتقولي ايه بس ما حصلش. لا مش قصدي والله، والله مش قصدي، يعني ممكن قوي ان انا اتضايق مثلا من اي حد مش لازم ممثل قدامي يعني. لا لا خالص. بصفه عامه يعني انت هاديه في الكواليس بتاعتي؟ لا خالص، انا ما يعني شغلي دايما اروح شغلي وافضل قاعده في اوضتي لغايه ما يجي وقت شغلي، اقوم طالعه ممثله وماشيه على طول. يعني دي طريقتي. عناديه احيانا. احيانا لدرجه اني باذي نفسي من العندي. يا شيخ متمرده؟ برضو احيانا. تمردك شكله ايه؟ تمردي ان انا ما ردش، اني اعند واحس ان لا مش هيحصل، يعني مش هيحصل كده. الله. حتى لو باذي نفسي والله، بس دي بتجيلي هقول لك كل قد ايه، كل مثلا سنتين ثلاث سنين يجي موقف كده اتربس فيه واحس لا ما هو مش هيحصل، يعني مش هيحصل ده كده، معرفش حاله بتيجي كل ثلاث اربع سنين. بس انا عايزه اقول لك حاجه. تقولي لمين سلام مربع؟ اقول للاستاذ احمد زكي سلام مربع. الله. وانا اقول سلام مربع لمنى زكي.